بداية نود التأكيد على استراتيجيتنا كمجلس جماعي مدينة ابن جرير على دعم وتشجيع التعلم والتمدرس لجميع الفئات، يعني الفئات الصغيرة وفئات الكبار، من خلال تهيئ فضاءات للقراءة بساحات العمومية، أيضا توفير العديد من قاعات المطالعة بدور الشباب وبالمركز الثقافي الجديد لمدينة ابن جرير. الجميل أيضا بمدينة ابن جرير هو أنه تتوفر على مكتبة متنقلة للمطالعة من أجل تيسير وتوفير المطالعة للجميع. أيضا المجلس الجماعي دعم التلاميذ الذين يقطنون بعيدا عن المدارس من خلال توفير النقل المدرسي. أصبحت جميع التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية التي تنظم داخل مدينة بن جرير تستحضر وبقوة تيمة التعلم. لا يفوت المجلس الجماعي لمدينة ابن جرير الاحتفال والاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتميزين والمتفوقين بجوائز تحفيزية من أجل فتح الأفق وتشجيعهم من أجل الالتحاق بالمدارس والجامعات العليا، ولما لا ثانوية التميز أو جامعة محمد السادس متعددة التخصصات. نطمح للتقدم إلى الأمام، نحلم بعالم تتاح فيه للجميع فرص التعلم. لنستثمر إذن في الموارد البشرية ولنجعل التربية من أولوياتنا. مدينة ابن جرير تتعبأ باستمرار وتلتزم لتحقيق هذا الحلم.